الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سئل عن الأشياء القليلة من حبات الرز التي تسقط على السفرة عندما نأكل، يعني يسقط بعض حبات الرز أو قليل من الخبز. نعم. شيخ بن باز رحمه الله قيوبشاوشتات وششخجة أنم تيشاشة شقشقي رسقشقي مشحجة. سئل عن هذه هل ترمى؟ قيوبشات شقشقي رسقم جلسة ساخر خفض زخم جاري. قال لا يجوز. ابن باز رحمه الله شياوش تعرف خنق مواد بشيخ. طيب ماذا نصنع بها؟ يوبشات تطوية شنورة. قال تصدقوا بها. صدقوا في وش يعني. يقول لا أحد يأكل هذه الأشياء القليلة. أزميش كنقم فيها الخطأ زبتنوش. خل نعطيها الحيوانات، نعطيها الحمام مثلا، نعطيها الدجاج. جدهم أرزش كنش آخرش مساهم يبتنويش بسوش حاجة. إذا القليل أو الكثير لا يجوز أن يرمى، لابد أن نحافظ على النعم. ما شمي كودمي يرزق الخفة بزخنوم. بشخو بشنوي جزء بحنوي. هناك أماكن عندنا يأخذ هذا الخبز القليل ويأخذ هذا الرز ويطعموه الحيوانات. تديديش بشاهش مساوت شخانوش قنانا ناخر يرزقخر آخر يعشتوري أبسوش حخم يراغشهم.